خرجت تصريحات من السيد ضياء رشوان بان مصر بتبذل جهود كبيره من اجل عوده الهدنه مره ثانيه. توقعاتك المره دي لو تمت هدنه يا فندم تبقى ايه مدتها؟ دي شروطها ايه مثلا اللي ممكن نحصل؟ هي دي حضرتك دي كلمه هدنه بس يعني من ناحيه من وجهه نظر القانون الدولي هدنه يعني القتال بيقف ثم يعود. القتال بيقف عند حدود او عند نقاط قتال معينه تمام، ثم تبدا بعدها مفاوضات او مباحثات بين الاطراف المتحاربه بهدف تسويه الخلافات كما حدث حضرتك في 49 هدنه رودس بين مصر واسرائيل. وقفت الحدود لغايه اما تم التوقيع على معاهده السلام حضرتك. فاحنا في قطاع غزه هي العمليه هي وقفات انسانيه في العمليات القتاليه. في السابق ما كانتش مرتبطه باي يعني الهدنه السابقه ما كانتش مرتبطه باي اهداف سياسيه معترف بها من كافه اطراف الهدنه. وفي بدايه الحلقه انا حرصت ان انا اوضح ان اسرائيل ما كانتش بتتحدث عن هدنه. صحيح. اسرائيل كانت بتتحدث عن وقف تكتيكي صغير في القتال. مظبوط. فحضرتك السؤال بقى هنا بقى كيف يمكن التأثير على الموقف الإسرائيلي بحيث ان هي تطلب هدنة. لكن اذا حضرتك سألتني رأيي انا هل إسرائيل لها مصلحة في هدنة؟ حضرتك خلال الهدنة لا اعتقد. إسرائيل عندها اهداف معلنة وعندها اهداف غير معلنة بتسعى لتحقيقها، وهي حتى الآن بعد مضي شهرين على عدوانها على غزة ماضية في تنفيذ هذا. تمام. طبعا حضرتك في المرحلة الآنية هي طبعا نتنياهو محتاج ان هو يصل الى يحيى سنوار، يصل الى محمد ضيف، ويصل الى قيادات العسكرية في حماس التي كان لها دور كبير جدا او دور مؤثر في التخطيط وتنفيذ هجمات 7 اكتوبر. تقديري المتواضع ما لم يحقق هذا الكارثة الإنسانية اللي قدامنا هتستمر.